وفي تصريح خاص لبرنامج حوار العرب، أكد سعادة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، أكد أن مملكة البحرين حريصة جدا على أن يكون هناك اهتمام كبير بلحمة العلاقات بين الدول العربية والاتفاق على الكثير من القضايا المصيرية في ملفات العمل العربي المشترك. جلالة الملك حفظه الله ورعاه حريص دائما على الالتقاء بأشقائه الإخوة العرب القادة والتحدث بصراحة وشفافية في كل الأمور التي تهم مملكة البحرين وفي نفس الوقت تهم الوطن العربي. ومنذ إنشاء يعني أو دخول جامعة الدول العربية لمملكة البحرين عندما يعني تم قبولها عضوا، وهي تسعى دائما من خلال اجتماعات القمة ومن خلال اجتماعات وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين أن يكون هناك اهتمام كبير بلحمة العلاقات بين الدول العربية وتجاوز كثير من السلبيات التي قد تطرأ. هو لا شك طبعا أن اللقاء في القمة العربية هو لتوحيد المواقف. طبعا إحنا في وقت من الأوقات كان الطلب هو أن يكون هناك إجماع، والحقيقة يعني حتى في المؤتمرات العالمية لا يكون هناك إجماع، إنما هناك في توافق، ولذلك يعني عمدت الجامعة العربية إلى هذا النوع من التوافق الذي يضمن الوحدة العربية ويضمن حل الكثير من المشاكل العالقة. وهناك توجهات حقيقة يجب أن نعيها بأن هناك رغبة أكيدة في أن يكون هناك تعاون منقطع النظير في كثير من المجالات، يعني التحدي الاقتصادي طبعا قائم وماثل، التحدي في البيئة والتغير المناخ، الذكاء الاصطناعي الآن مطروح أيضا في المناقشة، وهناك قضايا اجتماعية وقضايا ثقافية وقضايا إعلامية أيضا. ونحن نشهد كل يوم تقريبا في اجتماعات تمهيدية لهذه الأمور، ولذلك فالقمة رغم قصر مدتها إلا أن الملفات التي ترفع لها سوف تكون موضع اهتمام كبير من قبل القادة العرب، ومملكة البحرين حريصة قيادة جلالة الملك على أن يكون هناك يعني اتفاق على كثير من القضايا التي هي مصيرية بالنسبة لنا جميعا كأمة عربية.